السلام عليكم جميعا. بهذا الفيديو راح نحكي عن الداينسيفالون وملحقاته من الثلامس والهايبوثلامس وغيرها وغيرها. قبل ما اجي اشرح الثلامس والهايبوثلامس وملحقاته، خليني اجي بس نفتهم شنو مصطلح داينسيفالون. هذا المصطلح راح اجي مره واحده وراح اعبر لهاي مصطلحات امبريولوجي واني اصلا ما احبها. باعوا شباب، هذا تعرفون انه هاي هي البرين ستيم ولي فوق اكو البرين. اوكي زين، البرين ستيم ينقسم يعني مثلا او السي ان اس، خلينا نقول جوا بالسباينال كورد والمدلة والبونز وياهم حتى السيربيلم، كل ذول راح يقسموهم الى فد مصطلح يصيحوا رامبدونسيفالون، باعتبار انه هنا تقعد الرامبويد فوسة. اوكي زين، فهذا يصيحوا رامبدونسيفالون اللي هو من هو اللي هو الهايند برين. احنا مو عندنا هايند برين، ميد برين، فور برين، فباللاتيني رامبدونسيفالون. الميد برين شي صيحوا باللاتيني تتعرفون ميزنسيفالون، لهذا كانت اكو ميزنسيفالك نيوكليس اوف ذا تراجيمال نيرفين تصعد للميد برين. وفوق اللي هو الفور برين، الفور برين يصيحوا برونسيفالون. اوكي برونسيفالون، هذا البرونسيفالون ينقسم الى برين اللي هو تيلنسيفالون، يعني شنو برين قصدي كورتكس، و اللي هو تيلنسيفالون وداينسيفالون اللي هو مالتنا اللي هو لكتشر اليوم. شنو هو الداينسيفالون؟ الداينسيفالون فد موضوع دائما تسمعونه باسمه، وهذا من تسمعونه باسمه تقولون لعل هذا الموضوع ايش قد مهم. من هو هذا الموضوع؟ اللي هو الثلامس والهايبوثلامس وكم شغله لخا هم بها كلمه ثلامس. خلني نجي نفتهم هذا الثلامس وين صاير. باعوا شباب، دا تشوفون هذا الفورث فنتريكل وحكينا عليه هوايه، وبالميد برين اكو فتفتشي اسمه سيريبرال اكويداكت، يعني قناة المي الدماغية. قلنا هذا الفورت فنتريكل يربط بالثيرد فنتريكل اللي قاعد فوق من خلال السيريبرال اكويداكت، مو صح؟ معناته هاي الاكويداكت الكونتينويشن مالتها راح تربطني بمن؟ راح تربطني بالثيرد فنتريكل. طبعا هذا بوستيرير فيو. الثيرد فنتريكل هو عبارة عن ميد لاين ستراكتشر من ناخذ كورونال سكشن بالبرين، هسه شوي اراويكم اياه. هو قاعد بالنص midline structure، فهذا من posterior view شلون راح يجي يطلع الثيرد فنتريكل؟ راح يروح قبل، لان هو مو قاعد posterior، هو قاعد midline structure بالبيس مالت البرين. اوكي بس احنا ما عندنا صوره 3D، فخل رايكم كانما هو هنا نكمل قبل عدل ده يطلع قبل ده يكون لي الثيرد فنتريكل. متفقين لحد الان؟ متفقين. خلينا نجي هنا lateral view، هذا lateral view، فاني اتخيل انه يعني هاي الصوره اللي كانت هيجي فريتها اي هيجي. اوكي فحيجيني من هنا ثيرد فنتريكل، هو كان كونتينيويشن ويا يعني او مو كونتينيويشن، هو مربوط بالفورث فنتريكل من خلال السيريبرال اكويداكت. يعني شنو فنتريكل؟ يعني طشد مالت السي اس اف. زين، هذا الفنتريكل انت قاعد ترسم لي اياه هسه يعني او هيجي، شنو العلاقة مالته بالشي اللي أني دا تحكي لي عليه أنت هسه؟ العلاقة مالته هنا أنا هم حنجي نسوي anteriorly باعتبار أنه هو midline structure. زين، شنو علاقته بالحكي اللي أنت قاعد تحكي؟ مو راح يتكون third ventricle اللي هو midline structure، على جانبين third ventricle راح تطلع عدي طوبات اثنين، هاي الطوبات اثنين هم طشد، بس هذا الطشد مو مال سي اس اف، هذا الطشد مال فتشيلاخ. شنو هو؟ طشد مالت جراي ماتر، يعني شنو؟ يعني بيكوما نيوكليسات. هذا الشيء انصيحه ثلامس. ثلامس، اوكي؟ عندنا تو ثلامس. واحد يمنى واحد يسرى. تو ثلامس، واحد يمنى واحد يسرى، ما عندنا اي مشكله. هنا أنا راح يطلع عندي هذا الثلامس اللي حيبين الاخر، المفروض ما يبين من هالجهه، يعني لانه انا دابع وان سايد، يعني انا دابع جهتي اليمنى دا اشوف بس الثلامس اليمنى، انا حخلي الثلامس اليسرى كانما منناك، يعني مال واحد راح لاف راسه ودي باوع منناك، بس انا مفروض ما اشوفه. هذا هيك زين، هذا الواي شيب يدل لي على الاتجاه الانتيرير، بعدين نحكي على هذا الواي شيب الموجود بالثلامس. اوكي معناته سبعه هنا، هذا مو بوستيرير فيو قبل الانتيرير، فباع الواي شيب شلون سويته؟
لين قبل الانتيرير. هذا الانتيرير فيو علي، فالواي شيب جاي علي. طبعا اني كانما هو واقع، بس هو انتو تخيلوا وياي، يعني ما اعرف ارسم 3 دي دايمنشن. هذا الثلمس ترى هو هيك يعني علينا قبل قبل، اوكي. هذا لاترال فيو باع الواي شيب صار منك. فهذا هنا بهذا الصوره بدنا نرسم الثلمس. عندنا ثيرد فنتريكل مربوط بالفورث فنتريكل من خلال السيربرال ايكويداكت اللي قاعده بالميد برين، وعلى جوانب الثيرد فنتريكل اكو شيء اسمه ثلمس. زين، بعد شنو عندي مكونات من الداينسيفالون؟ الداينسيفالون باهم شغلتين هو الثلمس والهايبوثلمس. هو من اسمه، من اسمه هايبوثلمس، هايبوثلمس يعني شنو؟ يعني فتفت شيء جوا الثلمس. باوعوا لي هنا باللاترال فيو، باوعوا لي هنا باللاترال فيو. عدي هذا الثيرد فنتريكل، على جوانب بشكو تو ثلمس. بس اذا تلاحظ الثلمس يعني من هنا ومن هنا على جانب جوانب الثيرد فنتريكل، بس الثيرد فنتريكل شوية طالع لي قدام عنهم، يعني مو بالضبط حدودهم متوازية وياه. قدام الثلمس، قدام الثلمس بهاي المناطق دا احكي lateral view، اوكي. اذا medial view اهيجي، او عفو عفو اذا anterior view اهيجي علي. قدام الثلمس anteriorly and inferiorly، anteriorly and شوية نازل لي جوا، رح يتكون عندي الهايبوثلمس. طبعا شنو هايبوثلمس؟ one hypothalamus، هذا one structure ينقسم الى right و left، مو مثل ادي two thalamus. one hypothalamus two thalamus، اوكي. زين، هذا الهايبوثلمس، متفقين لحد الان. بعد شنو عندي structure من الداينسيفالون؟ عندي فتفت شي صيحو subthalamus، subthalamus اللي هو مثلا هنا نقدر نشوفه، او هنا نقدر نقول subthalamus هو continuation of the tegmentum of the midbrain. هو عبارة عن الكوشن اللي يقعد علي الثلمس، يصيحوا subthalamus، الكوشن اللي يقعد لي علي الثلمس. فهو هذا الكوشن يقعد علي الثلمس continuation of the midbrain، باعتبار انه هو اصلا الثلمس صاير قبل فوق الميدبرين، مو عدي الميدبرين. اول ما يخلص الميدبرين يجي وراء الكوشن اللي هو subthalamus، ولا هيجي يقعد عدي التو ثلمس. زين، فهسه صار عندي هايبوثلمس، تو ثلمس، سب ثلمس. هل عندي بعد ستراكشر تابع للداينسيفالون؟ اي، من هذا الستراكشر يصيحوا ايبي ثلمس. انت تسمع ايبي عبالك فوق الثلمس، فوق الثلمس، فوق، لا هو مو فوق الثلمس، هو فتشي ورا الثلمس. باوع لي بالبوستيريور فيو، هذا بوستيريور فيو، فشوي نجي له. بس انت هذا لاترال فيو، هذا anterior منه، هذا posterior منه، فبوعي بالposterior منه. تتذكرون من فوق الميد برين كان يطلع عدي فتفتشي صحو pineal gland، higher pineal gland. فأني هسه هنا خل أجي أطلعها علينا، حسيها باللون الأحمر. تخيلوا هنا طالع عندنا pineal gland، هيش طالع علينا ناطة فتستركتشر اللي هو pineal أو pineal gland، الغدة الصنوبرية اللي هي مسؤولة عن النوم، إفرازات الهرمونات مسؤولة عن النوم، ميلاتونين وغيرها. وهنا راح تشوفون تو نيوكليس، ذن التو نيوكليس يترابطون بيناتهم ويأخذون همين يربطون إعازات ويا البينيال جلاند. شو اسمهم ذول النيوكليسات؟ يصيحوهم هابينيولر أو هابينيولا نيوكليس. ليش اسمهم هيك؟ لأن ذن اثنين هبلات. زين دولا ليش هبلات؟ هبلات لأن نعسانات. زين ليش نعسانات؟ لأن هم لهم علاقة بالبينيال جلاند اللي هي مسؤولة عن النوم. فعدي تو هابينيلر نيوكليس وعدي البينيال جلاند، دولا عبارة عن شنو؟ دولا عبارة عن، دولا عبارة عن إبي ثلمس. طبعا دولا هابينيلر نيوكليس يرتبطون فيما بينهم، هذا الارتباط اللي فيما بينهم نصيحة كوميشر، كوميشر كوميشر تفيع شنو؟ أي connection بالCNS من اليمنى لليسرى، أي connection بالCNS من اليمنى لليسرى انصيحة كوميشر. فمثلا منو البيجست كوميشر اوف ذا بادي؟ كاربوس كالوزم اللي يربط لي الليفت بالرايت هيمسفير. أي connection من اليمنى لليسرى صحو كوميشر. أي connection من مثلا posterior للانتيار، مثلا من الاوكسيبيتال لوب للفرونتال لوب، يصيحو association، اوكي.
فهنا عندنا هابنيلر كوميشر. طبعا هنا هم اكفت شي صيحوا posterior كوميشر. posterior كوميشر هذا posterior كوميشر part من اللي جري ماتر المحيطة بالسيريبرال اكويدكت من شنا ناخذ view بالبرينستم سوري بالميد برين شنا نخلي داير مداير السيريبرال اكويدكت جري ماتر بيها نيوكلياسات فهي هاي النيوكلياسات ده تسوي لي يسمحوها posterior nucleus فبيناتهم اكو posterior كوميشر واكو anterior كوميشر ناخده بعدين. هسا ركزوا لي الابيثالامس من هو pineal gland to habenular nucleus. متفقين لحد الان؟ متفقين. خلصنا استركشرات الداينسيفالون. الاشياء الاثنين اللي تهمني هي تو ثالامس ويهمني بعد منه هايبوثالامس. ضفنا لهم فتفتشي صيحوا سب ثالامس. الكوشن اللي يقعد عليه الثالامس صاير فوق الميد برين continuation of the tegmentum of the mid brain. وعندنا الابيثالامس صاير ورا الثالامس طالع من فوق الميد برين اللي هو عبارة عن pineal gland to habenular commissure. متفقين لحد الان؟ متفقين. طبعا بعدك فتشي اسمه ميتانثالامس انتو تعرفوه بس بعدين راح نجي نحكي عليه مو هسه. خلينا نجي هنا شوفوا شباب هسه حنجي شوي نرسم رسم ادق. هذا coronal section of the brain or of the cerebrum. نقدر نقول هذا frontoparietal lobe. هذا من هنا يصير ال temporal lobe. من تصير عندي هاي الكسره مالت الانسولا معناته هذا جوه temporal lobe. هذا هنا عندي قاعد بالbase of the brain او قاعد عندي بالميدلاين. منو هذا اللي قاعد عندي بالميدلاين؟ هذا الثيرد فنتريكل. ثيرد فنتريكل ما دام اكو ثيرد فنتريكل فمية بالمية شكو على جوانب الثيرد فنتريكل اكو شيء اسمه هايب ثالامس. ثالامس اكو شيء اسمه ثالامس. اذا ردت اشوف الهايبوثالامس الهايبوثالامس قدام قدام هذا السكشن قاعد قدام هذا السكشن anteriorly and inferiorly anteriorly and inferiorly. هسه هتفتهمون هواية أشياء بهذا المصطلح anteriorly and inferiorly يعني هو اسمه hypothalamus في inferiorly وشوية anteriorly. زين بعد إيش عدي بهذا السكشن إذا تتذكرون إيش جانب بين الثلامس يطلع عدي يطلع عدي فتفت شيء مهم جدا 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 نصيحة internal capsule اللي هو مثل علامة أكبر internal capsule. على جانب من الانترنال كبسول هم تحتطلع لي فد نيوكليس بعدين حنتعرف عنها اسمها اللانتيفورم نيوكليس. أنا صيحة البيزاية وهي اسمها لانتيفورم لأن هي تشبه العدسة وبعد أكو ستركتشر بعدين نحكي عليها مو شغلنا هسه. المهم عرفنا هذا الترتيب إذا تترتب بي الستركتشرات بالكورونال سكشن. زين من افتهمت انت هذا تعالي شوف لي هنا هذا لاترال فيو هذا third ventricle هذا ثلامس هذا ثلامس هذا الرايت ثلامس ذاك الليف ثلامس. المفروض ما اشوفه من هنا يعني انا اشوف one ثلامس من one side الاذر ثلامس لازم اروح من الاذر سايد يلا اشوفه بس اني صورة ماتي 2D not 3D. زين هذا قاعد لي قدام and inferiorly منو هذا one hypothalamus عندي two ثلامس one hypothalamus هذا الرايت هذا الليفت. زين هذا الرايت هذا الليفت من اني راسم هاي الصورة تعالي باوع لي هذا السكشن هذا مو ثلامس. زين خل أقلب هاي الصورة هيجي شوية هذا منو هذا هذا منو هذا قبل شوية قلت temporal lobe بعدين تفهمون هذا شلون temporal lobe. هسا بس افتهم لي إنه هذا temporal lobe من قلبت الصورة دا أقلبها هيجي يعني temporal lobe ده يصير لي جوا بالنسبة للرايت ثلامس فهنا معناته شكو هنا أكو temporal lobe. وين أكو temporal lobe؟ هنا خلينا نسوي باللون الأحمر هذا temporal lobe جزء من التمبرال لوب ده أطلعه اللي هو الباراهيبوكامبال جايرس. أحفظ هذا الاسم هسه أوكي حفظه هسه بس أنت ما تفتهم هذا شنو بعدين حتحفظه. المهم باراهيبوكامبال جايرس هو جزء من الليمبيك سيستم. يعني شنو الليمبيك سيستم؟ أنتوا تعرفون الليمبي محمد سعد الليمبي يعني مع احتراماتنا جديا للليمبي بس هو بالأفلام ما تيطلع مخبل. ليش مخبل؟ لأن الليمبيك سيستم مسؤول عن الإيموشن. limbic system يعني limbi يعني مخبل يعني emotions. حلو زين هذا limbic system هاي الparahippocampal gyrus. الجايرس يعني gray matter. الgray matter أني أحتاج حتى أوصلها أوصل إعازاتها إلى white matter مالتها من limbic system هذا من الparahippocampal gyrus هذا راح يطلع عندي فت structure نصيحة fornix. fornix اللي هو ال white matter مالت الparahippocampal gyrus. هذا الفورنكس راح يجي هيج وطبعا اكيد اكيد اكو فورنكس لاخ منك وهذا الفورنكس لاخ منك طالع من الباراهيبوكامبال جايرس اللاخ اللي هو منك باعتبار مال اذر سايد لان انت عندك تو سيريبرال هيمسفير هم راح يجي هيك وحيجي هنا بنص الثلامس الهايبوثلامس عفوا. زين
خلاص بعد شوي نجي نحكي على هذا الاشي ايش سويناه وليش بدنا نحكي عليه بسابق اوانه. خلينا نجي قبل ما احكي هذا الحكي نفتهم هذا الهايبوثالاموس شنو فكرته. باوع صديقي، هذا الهايبوثالاموس عباره عن one hypothalamus left and right طالع anterior and inferior من الثلامسات، وبالنص من عندي الثيرد فنتريكل. بالهايبوثالاموس اكو ستراكشر قاعده لي جوا، يعني اذا هو هذا الهايبوثالاموس اكو ستراكشر اني اشوفها من نانه من نانه هيك، يعني هذا هايبوثالاموس ذني ستراكشر قاعده جوا، يعني اني ما اقدر اشوفهن الا امد راسي من نانه اباوع. شنو هي هاي الستراكشر؟ واحد قاعد سنترالي، يعني لا رايت ولا ليفت، بس انا ما اقدر امده سنترالي فحمده من نانه كانه ما دينزل من نانه، اللي هو البيتويتري جلاند، الميني جلاند اوف ذا بودي. هذا التيوبر سيناريوم مالتها تيوب، ومن هنا يصرحوا الانفانديبيلام والانتيرير اند بوستيرير بيتويتري. متفقين؟ متفقين. هذا انفيريرلي ما اشوفه اللي اجي اباوع من جوا الهايبوثالاموس. واكو تو ستراكشر قاعده لي ورا قريبه من الميدبرين، واحده من هنا واحده رايت واحده ليفت، همين ما اشوفهم الا اباع من جوا انفيريرلي، يصيحوهم الماملاريز بوديز. ليش يصيحوهم ماملاري بودي؟ لان هي تشبه الماملاري جلاند، تشبه البريست. اوكي، ثاني همين قاعدات لي جوا، باعتبار انه هذا الهايبوثالاموس انتيريرلي اند انفيريرلي من الثالاموس. فتعال بس ارجع لي هنا، هذا منو؟ هذا ميدبرين. هذا منو؟ هذا الثلامس. تخيل فتشي anteriorly and inferiorly ودا ينزل دعابل. هاي الدعابل منو هي؟ هاي الدعابل البيتوتري جلاند تو مامولاري بادي. فعلى هذا الأساس الانتربيدنكولار فوسة مالت الميدبرين كنا نشوف منها مامولاري باديز، وكنا نشوف منها الستالك مال بيتوتري جلاند، والبيتوتري جلاند اللي دا تنزل بس هما يقصوها حتى نشوفها، وكنا نشوف منها هنا الاوبتيك كيازم. ليش كنا نشوف الاوبتيك كيازم؟ لانه بنهايه الهايبوثالاموس هنا تتكون الاوبتيك كيازم. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. تعالي هذا الفيو المكبر من الهايبوثالاموس والثالاموس. هذا عندك ثالاموس، هذا عندك ثالاموس، هذا عندك هايبوثالاموس. زين، قبل ما ننهي هذا الفيديو، قبل شوية ايش قلنا؟ قلنا انه هنا أنا هذا temporal lobe. temporal lobe شكو بي؟ اكو بي parahippocampal gyrus. parahippocampal gyrus جزء من الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم مسؤول عن الايموشن. ليش ايموشن؟ لان الليمبي، الليمبي شنو؟ الليمبي مخبل، مع احتراماتنا للليمبي اذا نحكي على افلامه. زين، حيطلع منه فورنكس، الفورنكس راح يجي لهنا، يجي للهايبوثالاموس، واكيد منك اكو فورنكس جاي للهايبوثالاموس. زين، اني الهايبوثالاموس هذا اولريدي هو متكون من right and left. زين، هذا انت الفورنكس اللي تجيب ليها شنو الفيلم منه؟ الفيلم منه هذا الفورنكس راح يقسم لك الهايبوثالاموس بالرايت مالته او بالليفت مالته الى lateral وميديال، الى lateral هذا خلينا نسوي يعني left side قصدي، وميديال. زين، اني ليش بدي تسوي لي هاي التقسيمات بال هايبوثالاموس؟ حتى اوزع النيوكليوسات، لان اكو نيوكليوسات تشتغل شكل باللاترال، اكو نيوكليوسات تشتغل شكل بالميديال. منو اللي قسم لي اياهن؟ هو الفورنكس، اجى قعد من كل سايد قسم لي اياها الى ميديال ميديال لاترال لاترال. زين، هذا الفورنكس هو وايت ماتر، وايت ماتر جايب لي انفورميشن من الباراهيبوكامبال جايرس. وين حيوصل هاي الانفورميشن مالته؟ للماملاري بادي، حيسوي لي تراكت اسمه يعني اتذكر ماميلو تراكت، نسيت اسمه بالضبط صراحه، حيوصله للماميلاري بادي. اوكي، من الفورنكس للماميلاري بادي، ومن الماميلاري بادي راح توصل للثالاموس. هاي حنحكي عنها بعدين، من حاجه نحكي بالفيديو الجاي شنو هي الفانكشنز اوف ذا ثالاموس. هذا الفيديو كان مجرد بس اناتومي اوف ذا ثالاموس. نشوفكم بالفيديو الجاي. بالفيديو الجاي راح نحكي عن الفانكشن اوف ذا ثالاموس او والنيوكليوسات مالت الثالاموس. بس قبل ما انهي هذا الفيديو، بقى في بارت واحد من الداينسيفالون اسمه ميتنسيفالون. شنو هاي الميتنسيفالون؟ تتذكرون من كان يطلع من الانفيريور والسوبيريور كاليكولاي ميديال اند لاترال جينيكليويد بودي. الميديال اند لاترال جينيكليويد بودي هي بارت من الداينسيفالون، صحيحهم ميتنسيفالون لازقين بالثالاموس. واحد منهم ميديال جينيكليويد بودي، واحد منهم لاترال جينيكليويد بودي. على هذا الاساس، على هذا الاساس قلت اني الاوبتيك كيازم قاعده انتيريرلي
من الهايبوثالاموس. فاني تخيل هنا اكو تو اوبتيك نيرف، جو هنا سوالي شنو؟ سوالي اوبتيك كيازم، والاوبتيك كيازم سوت لي اوبتيك تراك، ترجع رجع 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 هنا الله يوفقه ويسمن ويصير لاترال جينيكوليت بادي، لاترال جينيكوليت بادي. وبعدين من اللاترال جينيكوليت بادي يسوي راديشن يرجع ورا، من ورا يرجع للاوكسيبيتال لوب. اتفقنا؟ نيرو اناتومي ميك سنس. نشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.